الدراري الصغار تيشوف تيشرب لونتوراج ديالهم، ما حد كان كاين لونتوراج ديالهم من قيمه وما حدهم كيحافظوا على البيئه. بالنسبه للبيئه راه تتبدا من البيت، من عند الاسره، من عند الوالدين، هما الاب والام هما اللي كيربيو داك الدري وداك الطفل على كيفاش غادي يتعامل مع البيئه. يعلموه كيفاش يحترم البيئه ديالو، كيفاش يحترم الطبيعه ديالو. الا خرجوا لواحد الجرده مثلا، لواحد الحديقه، يتكلموا معاه، ما غاديش يلوح فيها تمايا ديك المسائل اللي هي ما تصلحش لديك الحديقه، ويعلموه كيفاش يحترم ديك النباتات اللي كاينين تما. كزما كمواطنين خصنا نحترموا البيئه ديالنا، حيت لا بلوبار ديال المواطنين غير كيجيو كيلوحوا الزبل في ما كان وداك الشيء، فهمتي؟ خصنا نكونوا محافظين على البيئه ديالنا. وزعما كاينين شي بنادم ما كيتسوقش وكذا، وبالعكس داك الزبل اللي كيلوح حاجه بنادم راه كيأثر على المواطنين، كيأثر زعما على البيئه ديالنا كافه. زعما ما كاين لا زعما يبقى يلوح الزبل وداك الشيء، بحال زعما ما كيحترمش زعما المواطنين الاخرين. لا يجب ان ننسى يعني دور يعني المقاربه الدينيه، اي يجب على الخطباء المساجد والائمه ان يعني يوعوا الناس، خصوصا بان الدين الاسلامي يعني غني بال ان هناك يعني عده ادله انتو تدعموا الحفاظ على البيئه. ثم هناك يعني دور جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقيه، يعني الكل يعني في النهايه يعني هذا الموضوع للكل، يعني الكل يمكن ان يساهم من موقعه في المحافظه على البيئه. بالنسبه للمدرسه وقيل خاص تكون واحد التوعيه على الاثار اللي غادي يخليو الازبال. بالنسبه للبلاستيك، ان اشرح لواحد الدري كل البلاستيك واحد الماده اللي ما كتحللش في الارض بواحد المده ديال ملايين السنين، ان داك الزبل ديال ديك الحاجه اللي كليتي غتلوحها في الارض، غادي تموت انت وغادي يموتوا ولادك وغادي يموتوا الجينيراسيون موراك، وديك الحاجه ما غاديش تبقى تسمى وغتبقى تسمى من الارض. ديك الارض انت اللي غادي تاكل منها، ديك الارض انت اللي غادي تشرب منها، ديك الارض انت اللي غادي تبني فوق منها. يعني غادي يكون واحد السلبيات على واحد لو لون تيرم كبير، ان راه حتى انت مسؤول عليها. انا كنت ما نتجيش ديك الماده، ولكن اون فوا استهلكتيها راه عندك عليها واحد المسؤوليه، وخاصك تعرف كيفاش غادي تتعامل معاها.